يقول أنا مغترب وأعمل هنا لمعيشة أهلي وأطفالي، أسأل عن الزكاة مع العلم أنني لا أملك نقودا بل أبعثها إلى أهلي للمعيشة، ما حكمي في الدين وكيف أزكي؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، وهل الزكاة هنا حيث أقيم أم في بلدي سوريا؟ جزاكم الله خيرا. إذا تحصلت على مبلغ من المال يبلغ النصاب وحال عليه الحول وهو في ملكك فإنك تزكيه، يعني تخرج منه ربع العشر أي 2.5%. أما إذا أنفقت المال قبل أن يحول عليه الحول فلا زكاة فيه، والزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال، هذا هو الأصل، البلد الذي فيه المال، ويجوز نقلها إلى بلد آخر لغرض صحيح، كأن يكون من في البلد الأخرى أقارب محاويج للمزكي أو هم أشد حاجة من فقراء البلد الذي فيه المال، فيجوز نقلها من أجل ذلك. نعم.